اليوم لنا يوم أيام دراسية نظمناها بمعية الجمعية العامة للطرق IPCR، وستعالج عدة مواضيع في إطار 6 جلسات ومائدتين مستديرتين. الموضوع يدور حول الأدوات الابتكارية والتجديدية من أجل استغلال طرقي مستدام وآمن. ولما نتكلم عن الابتكار وعن التجديد، لا هذا لا يعني فقط التجديد العلمي البحث، ولكن التجديد في الطرق، التجديد في الحكامة، التجديد في طريقة التفكير. وهذا الصباح أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة للمستعمل، ألا وهو المواطن، ألا هو الأول والآخر، ألا وهو المواطن. فهذه الاحتياجات يجب الأخذ الاعتبار بها ووضعها في معادلة حتى تكون دراساتنا وتخطيطنا ملائما لما يحتاجه المواطن، وحتى نتأكد من أن ما نقترحه هو ليس منزل، ولكن منبثق من متطلبات الميدان والمتطلبات الحقيقية لمستعملي الطرق.